السلام عليكم. هذه 12 نيشان، هذه اليوم 18 في شهر مارس. بقيت يومين ويدخل فصل الربيع، ولكن احنا اليوم راه عندنا فصل الصيف. اليوم دابا 29، الحرارة ولابسين حوايج الصيف، نيت مع رمضان حسن عوان الناس اللي خدامين في هاد الحرارة. هذاك مش جيد، انا سي ثلاثة هذاك اللي قدامنا. تبارك الله، هاد الحصيدة اللي على اليمين، تبارك الله، مع أمطار الخير اللي طاحت في هاد الأسبوع والأسبوع اللي فات. دابا راه حنا الاثنين، اليوم الاثنين، اليوم 18. السابع في رمضان، يعني كملنا اسبوع، والناس ديال برا راه دابا 8 ايام، دابا راه بداو الاسبوع الثاني. خبطوا هاد الطريق الوطنيه، شوفوا الاشغال هنا كي دايره. الحركة شوية ثقيلة نتاع الناس، يتحركوا الناس مزيان حتى لمن مور العصر، حتى تكون يعني كتشبه لك حركة نيت مور الظهر، ولكن مور العصر كتكثر. هذا وطيل الدالية على اليمين، اليمين زون فيلا. هادو تيعاودو هاد القوات هنا، هذه مرجانة، هذه قاعة الحفلات مرجانة على اليمين. دابا ولات 30، الحرارة عطات 30، غادي تولي تهبط يعني نهار الأربعاء إن شاء الله ولا الخميس، غادي تهبط يا طب 22، لكن الحقول تبارك الله زيان بحال هكا. اللي حتى يدير الحديد باش يقدوا هاد القنوات،
الاسوار الاسماعيليه راه واصله هنا وفايت هذه البلاصه. هذا تيبيع البصله هنايا شحال تيقول لها هذا دابا ادمو الكاميو هذا البلاص ما يهبط حتى لتحت واحد يدور هو سالت هنا في سون سانتيردي دابا هذا راه كيتسمى سون سانتيردي يهبط حتى للرومبوان ديال تولال عاد يرجع مشكلة يا عبتي مشكلة الا بقاو لي الكاميونور كيدوزو من هنا كاميو يعني دابا فين كاين المشكل هو ملي غادي الانسان غتولي جوج طرقان يولي الانسان كيعرف بلي هادي هي كتهبط ويكون هابط نيت داخل من الفوق وداخل بشي سرعة ويلقى كاميو خارج بحال هكاك الجو نتاع افريل تتبان داك الظل الى لاحظتو الجبل حرارة تبارك الله والجو جميل بقا هو في الحقيقة هاد الحرارة راه كتنشف الماء الحرارة هادي دابا لي باراج كاع البلاصة اللي فيها الماء كتنشف ميم الفلاحة ميم الزرع ميم يعني داك الأرض ديالو مثلا كتكون مبللة كتنشف بهاد الحرارة هادي كيطلع الماء يعني هاد الحرارة كتضيع الماء يعني الجو إلا كان مظلل راه نسبيا أحسن ما يكون الحرارة فاش تطيح الشتا راه مزيان فاش تتكون يعني مظللة راه التعادل ولكن فاش تتكون هما تيعاودو هكا تبارك الله هما تلقو القنطرة حنا جينا مع القنطرة تبارك الله هادي القنطرة هذا هو الاتساع ديال القنطرة تبارك الله تبارك الله المهم هي هادي القنطرة على واد أبا إسحاق واد تولال الحمد لله باقي خاصهم شوية الفينيسيون يقادو هادشي و تبارك الله هادشي زوين الحمد لله إذا قلت لكم فاش تتكون قضية مظللة راه تيكون التعادل يعني ما كايناش الشتا اللي غادي تدخل الماء ولكن الحرارة اللي غتنشف ما كايناش ولكن ملي كتكون الحرارة بحال اليوم راه حنا في النيجاتيف يعني راه كنضيعو بلاص ما يدخل الماء حتى يطلع الماء غادي تبارك الله في هاد الطريق الإقليمية 7023 يعني راه قريبة تسالى قنطرة هي دابا خصهم هاد تعمر وتقاد داروا لها الجنبات ديالها تبارك الله داروها عريضة من داكش هاد الزرع حتى هو زوين على اليمين هاد الطريق هادي كتدخل الكاميليا خلاص الفاضلية كاميليا كتخرج للمنصور كنطلعو على سيدي سعيد هادي كلية الحقوق وهادو الطلبة ديال كلية الحقوق
يعاودوا هاد الصباغه الحمراء والبيضاء تيعاودوا هاد الشيء. مارس يعني باقي شهر المعرض الفلاحي، وهذا هو ليفينمون اللي غادي يكون عندنا. يعني ليفينمون ايسونسييل بالنسبه للمكناس، هو 22 افريل معرض الفلاحي اللي غيكون في 22 افريل. معرض الفلاحي اللي غادي يدار في شارع السواني من 22 ل 28 شهر 4 اللي بعد رمضان ان شاء الله. الخميس ادروات هذه اجلال على اليمين، شارع مولاي مسعود اغوزال البانو ديالو على اليسار اللي ما شافوش يرد السين تاع اللور. هذه مدرسة عمر بن شمسي على اليمين وطه حسين اعدادي على اليسار. باب جديد هذا على اليمين كتدخل لدار الدبغ ورحبات الزرعة القديمة. غادي نطلعوا على الضريح، الضريح ديال الهادي بن عيسى، نطلعوا عليه من على برا. بارك الله عليكم، السلام عليكم.